بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعض الملحدين والمشككين ادعى أن القرآن فيه أخطاء لغوية وإملائية ونحوية وغير وبلاغية وغير ذلك. طبعا أيها الأحبة، هذا الأمر يجب أن يتم قبل 1400 سنة وليس الآن في عصر شبه اختفت فيه البلاغة. اليوم قلما تجد من يتقن اللغة العربية من المشككين، بل معظمهم لا يتقن اللغة، فكيف ينتقد كتابا أنزل قبل 1400 سنة ولم يستطع أحد أن يأتي بمثله، ولم يستطع أحد أن ينقده من أئمة اللغة والبلاغة في ذلك العصر؟ على كل حال، للإجابة عن هذه الشبهة، طبعا الشبهة تقول في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. المشكك يقول القرآن يجب أن يقول هذان خصمان، يعني مثنى، اختصما وليس اختصموا بصيغة الجماعة. يعني هو يقول هذان خصمان اختصما، هذه هي القاعدة اللغوية والتي يجب أن يسير عليها القرآن. لذلك فإن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يخطئ في كتابة اللغة العربية، فبدلا من أن يقول هذان خصمان اختصما قال في القرآن هذان خصمان اختصموا في ربهم. إذن هذا القرآن ليس كلام الله، لأن الله لا يخطئ. أنا سأجيب عن هذه الشبهة ببساطة شديدة أيها الأحبة، ولكن دعوني أضع قاعدة معكم لكل من يرى مثل هذه الشبهات. أنا الآن أخاطب المؤمنين الذين يرون شبهات، ففي داخلك حتى تزول هذه الشبهة أو التساؤل يجب أن تعلم أو تجيب عن هذا السؤال، سؤال محدد وواضح ينبغي أن تجيب عنه. إذا عرفت الإجابة عن هذا السؤال سوف تجيب عن كل هذه الشبهات. أولا، المشكك يقول إن القرآن في بعض مواضعه يخالف قواعد اللغة العربية، قواعد الإعراب والنحو وغير ذلك. إذا نحن أمام، انتبهوا أحبتي في الله، نحن أمام القرآن وأمام القواعد. يعني أنا الآن عندما أنطق جملة وأخطئ بها، وكلنا نخطئ طبعا لأننا لا نتقن اللغة العربية كما أتقنها الأوائل، لأنها كانت هي لغتهم وبضاعتهم، وكان هناك المعلقات يسجدون لها لعظمة الكلام، كانوا هم أرباب الشعر والبلاغة والفصاحة واللغة، فلا يمكن أن نقارن أنفسنا بهم. على الرغم من ذلك، أنا الآن عندما أخطئ في كلمة أو في ضمة أو فتحة يمكن أن تنتقدني وتقول أنا خالفت القاعدة الفلانية في اللغة العربية، وأنا سأؤيدك في هذا الكلام، لأنني أنا جئت بعد أن وضعت القواعد بمئات السنين. نحن الآن موجودون، القواعد وضعت قبل 1300 سنة، قواعد اللغة، ولكن القرآن متى نزل؟ قبل أكثر من 1400 سنة. انتبهوا أحبتي في الله، عندما نزل القرآن العظيم على النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك شيء اسمه قواعد لغة، كان الناس يتحدثون بسليقتهم بطبيعتهم. قبل أن أكمل السؤال الذي يجب أن تجيب عنه، متى وضعت قواعد اللغة العربية ولماذا؟ الذي وضعها لماذا؟ يجب أن تجيب عن هذين السؤالين لتدرك أن كل هذه الشبهات لا أساس لها. متى وضعت قواعد اللغة العربية؟ وضعت قبل، بعد نزول القرآن بعشرات السنين. يعني
عندما نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام استمر نزول القرآن 23 سنة، لم يكن هناك قواعد، علم قواعد اللغة. ثم جاء عصر الخلفاء الراشدين الذي استمر بحدود 40 سنة، لم يكن هناك قواعد للغة العربية. إذا نحن أمام 23 و 40 يعني 63 سنة لم تكتب أي قاعدة من قواعد اللغة. بعد ذلك بدأ الفرس والعجم ومن لغات أخرى، أناس يتحدثون لغات أخرى غير العربية، يدخلون في الإسلام. ومن شرط الدخول في الإسلام أن تطبق الأركان الخمسة حتى تكون مسلما، وعلى رأسها طبعا بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تقيم الصلاة. الصلاة لا يمكن أن تقيمها إلا باللغة العربية لأن القرآن لا يترجم. فكان الأعجمي أي غير العربي عندما يدخل في الإسلام ويحب هذا الدين الحنيف يريد أن يلتزم بالصلاة، فيبدأ بحفظ القرآن، وبدأت الأخطاء لأنهم لا يتقنون اللغة العربية. فعندما لاحظ العلماء في ذلك الوقت في الكوفة والبصرة وفي مكة والمدينة وفي الشام وفي مصر، لاحظوا أن الناس بدأت تلحن تحيد عن كلام العرب، لأنه في زمن الجاهلية أحبتي في الله كانت اللغة سليمة. كان الإنسان الجاهلي قبل النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث ويتقن القواعد من دون أن يعلم أن هذا منصوب أو مرفوع أو مجرور أو غير ذلك. فبدأ العلماء في ذلك الوقت بوضع قواعد اللغة. من أجل ماذا وضعوها؟ من أجل أن كوسيلة لمساعدة الناس على حفظ القرآن الصحيح. إذن القرآن سبق قواعد اللغة، يعني القرآن هو الأساس، وبناء على آيات القرآن تم وضع قواعد اللغة وليس العكس، لاحظتم أيها الأحبة؟ فعندما بدأ العلماء يضعون هذه القواعد كانوا يرجعون إلى القرآن فينظروا، وبالتالي يستنبطوا القاعدة، المجرور المنصوب، اسم إن، خبر إن، إلى آخره وهكذا. فكان القرآن هو المقياس. لذلك نجد أن أئمة البلاغة والفصاحة واللغة في ذلك الوقت كانوا يتقنون قراءة القرآن، ولم يستطع أحد منهم أن يستخرج خطأ واحدا من القرآن. يعني بالله عليكم أنا أصدق شخص مثل سيبويه أو مثل الإمام الكسائي رحمه الله، إمام اللغة في الكوفة، أحد أعظم من يعني علماء عصره في اللغة العربية والبلاغة والفصاحة. أصدق رجل مثل الكسائي أو السيبويه، أم أصدق شخص لا يتقن اللغة العربية أصلا، هو يقرأ الآية ويخطئ بها اليوم مشكك. الإمام الكسائي أيها الأحبة، هذا الرجل العظيم كان إمام اللغة في الكوفة، وكان أحد القراء السبعة للقرآن الكريم، يعني عاصم وأبي عمرو وكذا والكسائي. هذا الرجل كان ضليعا باللغة العربية، فلو أنه وجد أخطاء في القرآن لقال هنا يوجد خطأ، هنا يجب أن نصحح، هنا كذا هنا كذا. ولكن لا يوجد، يستحيل أن نجد خطأ في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن جواب السؤال، متى وضعت قواعد اللغة؟ بعد القرآن بمئة سنة على الأقل، بعد بداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بمئة سنة وضعت قواعد اللغة. لماذا وضعت؟ وضعت لخدمة القرآن، وليس لنقد القرآن أو لأن القرآن فيه أخطاء. طيب الآن نأتي لهذان خصمان اختصموا في ربهم. طيب
الآية تتحدث عن من هنا أيها الأحبة؟ مشكلة المشككين يريد أن يلتقط أي كلمة ويضع أي كلام ويسوق للناس، هذا ليس منهج علمي أحبتي في الله. اقرأوا الآية كاملة، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا جمع. إذن الآية تتحدث عن مجموعة من الكفار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الآية تتحدث عن مجموعة وليس عن اثنين، يعني هذان خصمان، الخصم الأول هو مجموعة والخصم الثاني مجموعة، اختصموا في ربهم. أما إذا قلت اختصما معنى ذلك أن هناك واحد وواحد، والله لا يريد أن يقول لنا هناك واحد وواحد اختصم، لا، مجموعة من المؤمنين مع مجموعة من المنافقين مثلا. طيب مثال ثاني أيضا تم انتقاده، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، لا اقتتلوا، فأصلحوا بينهما. المشكك يقول يجب على القرآن، طبعا هو يريد يعني هو يعلم القرآن ماذا يقول، وكأن القواعد اللغة نزلت أولا ثم جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا يتقن اللغة العربية فكتب القرآن وأخطأ. عبث هذا الكلام. وإن طائفتان، يا هل ترى أحبتي في الله الطائفة كم شخص فيها؟ طائفتان من المؤمنين، يمكن أن تكون الطائفة فيها 1000، فيها 10,000، فيها 50,000، طائفتان على الأقل الطائفة لو كان فيها 3 إذن أصبحنا أمام مجموعة، لأن الجمع كل عدد 3 وما فوق فهو جمع، استخدم صيغة الجمع. طيب طائفتان، معروف طائفتان من المؤمنين، كل طائفة فيها المئات على الأقل، يعني كلمة طائفة أنت عندما تقول طائفة لا تعني واحد، أنت تعني مجموعة، فطائفتان يعني مجموعتان، يعني هناك عدد كبير من الناس على الأقل بالمئات بالعشرات. طيب وإن طائفتان من المؤمنين، لو قال اقتتلا معنى ذلك أن هناك رجل يقتتل مع رجل، وهذا غير صحيح، لذلك قال اقتتلوا مجموعة مع مجموعة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مع بعض، فبما أنهم مجموعة يعني أكثر من 3 فيجب أن يستخدم الجمع، فأصلحوا بينهما، لم يقل بينهم. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه من المعروف أنك عندما تذهب لتصلح بين طائفتين أنت لا تستطيع أن تأتي بكل شخص وتصلح مع الشخص الآخر، أنت تأتي لزعيم هؤلاء وزعيم هؤلاء فتصلح بينهما بين شخصين، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، يعني إذا رجعت فاءت، يعني إذا رجعت إلى الحق فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إذن أحبتي في الله هذه الآية قمة في البلاغة. أنا بالنسبة لي وأنا لا أتقن البلاغة، ولكن عندما أستمع لهذه الآية أشعر برهبة أمام عظمة هذه الكلمات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن طائفة فيها عدد من الناس وطائفة فيها عدد من الناس، وهنا استخدم القرآن كلمة اقتتلوا، لم يقل اقتتلا، مع العلم أنه ممكن باللغة أن تستخدم مجموعتين اقتتلا، ممكن هذا، ولكن في الواقع العملي الطائفة هذه ليست كلها التي تقاتل، الطائفة فيها نساء، فيها أطفال، فيها شيوخ،
فيها أناس مسالمين. إذن ليست كل هذه الطائفة تقاتل وليست كل هذه الطائفة، لذلك لم يقل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا. لو قال اقتتلا يعني كل فرد من أفراد هذه الطائفة اقتتل مع كل فرد من أفراد هذه الطائفة الثانية، وهذا غير صحيح، لأن الذين يقاتلون قد يكونون 10% من نسبة المجموعة أو الطائفة، أو 5% الذي يقاتل، هناك شيوخ وأطفال وإلى آخره يعني. إذن هنا تستطيع عندما تتأمل الآية وتتدبر كلماتها وهذه التراكيب الرائعة، تستطيع أن تستنبط أن القرآن دقيق وله إشارات عميقة جدا. وتماما مثل هذان خصمان اختصموا في ربهم جماعة، لأن المجموعتين خصمان يعني مجموعتين، دار بينهما خصام، دار بينهما مناظرة، محاورة، دار بينهما مجادلة إلى آخره. ليست كل الطائفة هي التي تجادل أو تناقش، ربما زعماؤهم، ربما كبراؤهم، وبالتالي يجب أن يقول اختصموا وليس اختصما، ليدلك على وجود مجموعة من الناس يختصمون مع بعض أكثر من ثلاثة. فهنا نستنبط أن القرآن أيها الأحبة لا يمكن أن نجد فيه أي خطأ، لا علمي ولا لغوي ولا إملائي. القرآن له طريقة رسم خاصة لكلماته، وفيها إعجاز، فيها إعجاز، لأن أعداد الحروف والكلمات منضبطة في القرآن بنظام رقمي تحدثنا عنه كثيرا، كل حرف وكل كلمة جاءت في مكانها الصحيح. وأخيرا أحبتي في الله، أرجو من كل أخ مؤمن يرى مثل هذه الشبهات أن يعود أولا للقرآن ويتأمل الآية وما قبلها وما بعدها، ويكفي هو أن يحكم على نفسه، يكفي هو أن يحكم على هذه الشبهة. بالنسبة للمشكك أيضا أقول اقرأ القرآن، انظر إلى أرباب البلاغة والفصاحة في زمن نزول القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان له أعداء كثر، قريش قبيلته قاتلته وعادته وأخرجته من بلده، وإلا لماذا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة؟ والقرآن يعني أثبت هذه الحادثة عندما قال تعالى في طريق الهجرة مخاطبا الحبيب عليه الصلاة والسلام ومواسيا له، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. طيب هنا أهلكناهم ليس فيها ألف، لو رجعنا إلى رسم القرآن الرسم العثماني أو الرسم الأول، كلمة أهلكناهم بعد النون يعني نحن بالرسم الإملاء يجب أن نضع ألف، أهلكناهم، بينما هي مكتوبة أهلكناهم، النون ليس بعدها ألف ولكن تقرأ أهلكناهم، لا أحد يقرأها أهلكناهم، أهلكناهم. طب لماذا هنا الألف غير موجودة؟ هنا ملمح إعجازي لطيف جدا، لأن هذه الألف لها عمل، عدم وجودها له عمل أيها الأحبة. طبعا هذا رد على من يقول هناك أخطاء إملائية في القرآن، يعني يجب أن تكتب كلمة أهلكناهم بالألف. هذه الآية أيها الأحبة متى نزلت؟ نزلت في طريق الهجرة بين مكة والمدينة. النبي متى هاجر عليه الصلاة والسلام؟ هاجر في السنة 13 للبعثة، يعني النبي بعث وعمره 40 سنة، ومكث في مكة المكرمة 13 سنة. في العام 13 هاجر إلى المدينة، يعني كان عمره كم؟ 40 زائد 13 يعني 53 سنة. هذه الآية لو فتحنا القرآن نجد أنها موجودة في
سورة تحمل اسم النبي عليه الصلاة والسلام، سورة محمد، ورقمها 13، نفس عام الهجرة. النبي هاجر في العام 13 للبعثة، ورقم هذه الآية 13. طيب عدد حروف هذه الآية كم؟ هو عمر النبي عندما نزلت عليه هذه الآية صلى الله عليه وسلم، كم كان عمره عندما نزلت عليه هذه الآية وهو في طريق الهجرة؟ قلنا 53 سنة، 40 زائد 13 53 سنة. يعني النبي هاجر، اللحظة التي هاجر فيها أو اليوم الذي هاجر فيه كان عمره 53 سنة. عدد حروف هذه الآية التي تخاطب النبي وتقول له لا تحزن وأن الله سينصرك وأن الله أهلك من قبلهم أشد منهم قوة، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم. عدد حروف هذه الآية 53، نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فحرف الألف هنا غير موجود، لأنه لو وجد لأصبح عدد حروف هذه الآية 54. فإذا طريقة كتابة ورسم كلمات القرآن لها إعجاز رقمي، لها إعجاز آخر في مجال آخر غير اللغة، وبالتالي كتبت بهذا الرسم لتحقق الرقم 53 وهو عمر النبي عندما نزلت عليه هذه الآية. لذلك أحبتي في الله، قبل أن يقول أحدهم القرآن فيه خطأ لغوي أو خطأ إملائي، فليقرأ القرآن جيدا وليتدبر هذه الآيات ويتقن اللغة أولا قبل ذلك، ثم يحكم على القرآن ولن يجد شيئا. هناك من عمالقة اللغة أبو الطيب المتنبي وغيره، وشعراء وفصحاء، وحتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار والمنافقين والمشركين وعتاة المشركين لم يستطيعوا أن يثبتوا خطأ واحدا، ولو أنهم اكتشفوا خطأ واحدا في القرآن لانتهى الإسلام في مهده. لماذا؟ لأنهم سيقولون للنبي عليه الصلاة والسلام هل يعقل أن الله يخطئ؟ وبالتالي لو أن واحد منهم اكتشف خطأ واحدا في القرآن لانتهى الإسلام. لذلك أحبتي في الله، القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الحق، وبناء على كلمات القرآن وتعابير القرآن وتراكيب القرآن وبلاغة القرآن وضعت قواعد اللغة، النحو والصرف والكذا، وبالتالي القواعد جاءت بعد القرآن، فلا يجوز أن نحكم على القرآن بشيء وضع قبله، بعده، وضع بعد القرآن بمئة سنة. وبالتالي فإن هذه الشبهات نقول بكل محبة ومودة للأحبة المشككين، طبعا أنا أحب لهم الخير، يعني دائما أخاطب بصيغة الأحبة لأنني أحب لهم الهداية، أحب لهم الخير، أحب أن يستخدموا التفكير العلمي والمنطقي. عسى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.